ويواجه المنتخب الوطني الأول لسيدات كرة القدم ضيفه منتخب تونس اليوم على ملعب بتروسبورت في ذهاب الدور الأول بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 والتي ستقام بالمغرب. سيرتدي المنتخب الوطني التيشيرت الأحمر للاعبات والأزرق للحارسات، كما سيلعب المنتخب التونسي المباراة باللون الأبيض للاعبات والأصفر لحارسات المرمى. هذا واستأنف الأهلي تدريباته استعدادا للقاء ضيفه الحرس الوطني بطل النيجر في إياب الدور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت القادم، وذلك قبل انطلاق ميران الثلاثاء. عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مباراة العودة أمام بطل النيجر، وأكد الجهاز الفني ضرورة حسم تأهل الفريق من القاهرة بعد انتهاء مباراة الذهاب أمام الحرس الوطني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. هذا وأجرى موسيماني تقسيمه في وسط الملعب لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية والتي يرغب في تطبيقها بشكل عملي خلال مباراة بطل النيجر، ثم تقسيم أخرى بطول الملعب لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية. استأنف الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة ضيفه توسكر الكيني في إياب الدور 32 لدوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب في كينيا قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد، وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون انتظام الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية بداية من اليوم الأربعاء. هذا وقاد النجم محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز خارج أرضه على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن لقاءات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا. سجل صلاح هدفين لفريقه وأضاف نابي كيتا هدفا آخر، فيما أحرز أنطوان غريزمان هدفي أتلتيكو مدريد، ورفع ليفربول رصيده في صدارة المجموعة إلى 9 نقاط، بينما توقف رصيد أتلتيكو عند 4 نقاط بالمركز الثاني. هذا ووصل محمد صلاح للهدف الخامس في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، كما أصبح صلاح رابع أكثر لاعب يسجل في دوري الأبطال في آخر 4 مواسم برصيد 30 هدف. وينضم إلينا مشاهدينا الكرام للحديث أكثر عن هذه المباراة وفوز محمد صلاح سعيد علي الناقد الرياضي. برحب بك سيد سعيد بداية على شاشة أكسترا نيوز وفي هذا الصباح. أهلا بك أستاذ، صباح الخير على حضرتك. أهداف عديدة حققها محمد صلاح في الفترة الأخيرة، آخرها ربما هدفين وتألق في ملخص لمسات محمد صلاح في آخر مباراة مع أو ضد أتلتيكو مدريد، كيف ترى هذا التألق سيد سعيد؟ بالتأكيد تألق محمد صلاح أمام أتلتيكو مدريد منحه مساحة أكبر من التأييد العالمي من أساطير العالم ومدربي كرة القدم حول العالم، تدي أفضلية على جميع منافسي على الكرة الذهبية في هذا الموسم. اليوم صلاح ينتصر على خصم عنيد جدا جدا، بيحقق أهداف كتيرة جدا، أولها الصقر لليفربول بعد خروجه الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا على يد نفس الفريق أتلتيكو مدريد اللي كان ند وخصم قوي جدا. أيضا رسالة قوية جدا إنه قادر في قلب إسبانيا وأمام بطل الليجا في موسمه الأخير، وامام الفريق الذي هزم برشلونه في درس قوي جدا جدا قبل اسابيع قليله، بالتالي تاكيد على انه قادر على ردع بل يعني اوصل انديه كبرى ومدربين كبار جدا جدا بحجم سيميوني انهم يرفعوا رايه الاستسلام ويسلموا امام صلاح ويتغنوا لمستواه، فبالتالي انتصار عظيم جدا ناهيكي عن الارقام القياسيه العظيمه. النهارده صلاح بعد عدد سنوات قليله جدا جدا بيحطم رقم اهم اسطوره لليفربول في العصر الحديث ستيفن جيرارد اللي كان سجل 30 هدف في دوري ابطال اوروبا مع الفريق. النهارده صلاح في ظرف وعدد سنين قليله جدا بيحقق 31 هدف، كمان صلاح بيقترب من رقم ربما يكون واحد من اعظم الارقام في تاريخ الكره الانجليزيه، لانه بيبتعد بفارق 8 اهداف فقط عن اجويرو النجم الارجنتيني اللي هو بالتحديد اكثر
لاعب يلعب لنادي انجليزي يسجل في دوري ابطال اوروبا ب 39 هدف، فبالتالي صلاح يوم ورا الاخر بيقترب من تحطيم ارقام خرافيه وخياليه، وبيقترب ايضا من تحقيق انجاز عظيم جدا. ما الارقام القياسيه المتوقعه لمحمد صلاح سيد سعيد الفتره القادمه؟ ذكرت حضرتك في بدايه الحديث عن موضوع الكره الذهبيه، ما توقعاتك ايضا بالنسبه لمحمد صلاح وحصد ربما هذه جائزه الكره الذهبيه؟ بالتاكيد اهم رقم او الرقم الاقرب لتحقيقه خلال الفتره المقبله او سيستهدفه صلاح هو كسر رقم الكون اجويرو كاكثر لاعب النادي الانجليزي في دوري ابطال اوروبا، ايضا كسر رقم ديدي دروجبا اكثر لاعب افريقي سجل في تاريخ الدوري الانجليزي ب 104 هدف، صلاح يبطله هدف وحيد فقط ربما ان شاء الله في الاسبوع المقبل، وكمان في مواجهه امام اقوى نادي انجليزي او ربما نقول الند والخصم الاقوى لليفربول مانشستر يونايتد، ستكون احتفاليه كبرى لصلاح حينما يكسر رقم ديدييه دروجبا النجم الايطالي الكبير امام ند بحجم وقوه مانشستر يونايتد باذن الله، وكمان في اولد ترافولد مسرح الاحلام الملعب اللي شهد تاريخ كبير لاساطير عظماء جدا جدا، فبالتالي صلاح كل اسبوع على موعد مع رقم جديد وكل اسبوع على موعد مع انجاز جديد، والجميل انه مازال يبدع في تسجيل الاهداف بطرق رائعه جدا جدا، مش مجرد تسجيل عادي، اصبح يبهر الجميع حتى زملائه في الملعب، الكاميرات ترصد انبهارهم واعجابهم الشديد بالطريقه اللي بيسجل بيها، فبالتالي احنا على موعد الاسبوع المقبل ان شاء الله باذن الله برقم جديد، وعلى موعد ان شاء الله يعني خلال فترة وجيزة جدا لتحطيم رقم الكون اجويرو ايضا. طبعا كلنا نتمنى سيد سعيد وبانتظار هذه الانتصارات المتتالية التي يحققها النجم محمد صلاح. بالانتقال ايضا الى الزمالك والاهلي، كيف ترى جاهزية الزمالك والاهلي لاستكمال المشوار الافريقي ربما؟ فيما يتعلق بالزمالك بداية طبعا الوضع اكثر استقرارا، الجميع يدعم كالكيرون، نتائج جيدة في الفترة الاخيرة، فوز ببطولة الدوري ثم البدايه بانتصار في كينيا على تذكر الكيني، الجميع يعني مطمئن فكره الفوز برقم كبير او بنتيجه عريضه في القاهره والعبور الى الدور التالي، ايضا الاهلي لا خلاف حول قدرته على تجاوز الحرس الوطني، والفجوه كبيره جدا جدا بين الاهلي بتاريخه وحاضره ونجومه وكبطل افريقيا في الموسمين الاخير وهذا الفريق المتواضع فنيا، لكن هناك حاله اللا استقرار اللي مر بيها النادي الاهلي في الاسابيع وربما الاشهر القليله على مستوى الاداء والنتائج كانت بتضع او ما لازالت تضع بالتحديد مستر بيتسو موسيماني تحت ضغط كبير جدا، هو ليس مطالب فقط بالعبور ولا بالانتصار لكنه مطالب ايضا بتصحيح المسار على مستوى الاداء والشكل الخططي، فبالتالي يلعب تحت ضغوط اكبر، ربما كابتن محمود الخطيب في المؤتمر الاخير حاول رفع الضغوط بعض الشيء من عليه حينما تحدث عن كونه واحد من افضل 50 مدرب في العالم، واشاد كتير جدا بحجم انجازه وانه بيثق كثيرا فيه، وهو الامر اللي استقبله موسيماني بسعاده كبيره جدا جدا واكد على انه نعم. طيب سيد سعيد، سيد سعيد هل تسمعوني؟ نعم. طيب سيد سعيد، يعني ايضا لو تطلعنا اكثر على جاهزيه الفريقين الزمالك والاهلي لخوض المباريات القادمه، ذكرت ايضا موضوع موسيماني المدير الفني للفريق، الى اي مدى هنا تقيم ما يقوم به من تنفيذ بعض الجوانب الفنيه والخططيه داخل الملعب؟ تقييمي لتجربه موسيماني بشكل واضح جدا انه لعب تحت الضغط ولعب بشكل براجماتي طوال الوقت يستهدف من خلاله حصد البطولات وبالتحديد بطوله دوري ابطال افريقيا، بدأ بشكل قوي جدا في قبل نهائي افريقيا فكان مطالب منه حصد البطوله، ثم كان الوقت ضيق جدا عشان يلعب كاس عالم امام بايرن ميونخ الالماني فكان التحضير ليه ايضا، ثم بعده تلاحم ببطوله دوري ابطال افريقيا الاخرى، اللعب تحت الضغط طوال الوقت جعل موسيماني بيلعب بشكل برجماتي يبحث عن الفوز والتتويج باللقب، وده اهمل بشكل كبير جدا جدا تطوير الاداء الخططي للفريق واهمل بشكل كبير تطوير العناصر، وبالتالي وصل لمرحله اغضبت الجمهور لان الاداء لم يرتقي للحاله اللي كان عليها مستر بيتسو موسيماني مع سان داونز الجنوب افريقي، وبالتالي انه ينقل تجربة سان داونز إلى الأهلي ويلعب كرة القدم الجمالية اللي بيبحث عنها جمهور الأهلي والرأي العام الأهلاوي
محتاج الى تجريب ومحتاج الى التجارب من الضغوط، والمساحه الان متاحه لانك بتبتدي موسم من البدايه وبتبتدي في مساحه اكبر، فبالتالي اعتقد انه بحاجه للتجريب وجرأة اكبر. نعم، بطبيعه الحال كلنا سيد سعيد بانتظار نتائج المباريات القادمه. اشكرك شكرا جزيلا سعيد علي الناقد الرياضي على كل هذه المعلومات التي تفضلت بها. فاز ايضا مشاهدينا الكرام فريق بورتو البرتغالي على ضيفه ميلان الايطالي بهدف دون رد في مباراه اقيمت على ملعب الدراغوا ضمن منافسات المجموعه الثانيه لدوري ابطال اوروبا. واحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب الكولومبي لويس دياز في الدقيقه 65 ليرفع رصيد بورتو الى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما ظل ميلان دون اي نقاط في المركز الاخير. حقق ريال مدريد انتصارا كبيرا ب5 أهداف نظيفة على مضيفه شاختار دونيستك الأوكراني بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد شاختار عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب. فاز انتر ميلان الايطالي على حساب ضيفه شريف تراسبول ب3 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم على ملعب سان سيرو في اطار لقاءات الجوله 3 من دوري المجموعات بدوري ابطال اوروبا. وبهذا الفوز رفع انتر رصيده الى 4 نقاط بالمركز الثالث بالمجموعه الرابعه، فيما تجمد رصيد بطل مولدوفا عند 6 نقاط، ويظل بالمركز الأول بالمجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الوصيف ريال مدريد صاحب ال6 نقاط. هذا وفاز باريس سان جيرمان بصعوبة على ضيفه لايبزيغ بثلاثية لهدفين في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 3 من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا. بهذا الانتصار رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 7 نقاط ليستعيد صدارة المجموعة الأولى، بينما بقي لايبزيغ بلا أي نقاط بعد خسارته 3 على التوالي. فاز مانشستر سيتي الإنجليزي خارج أرضه على كلوب بروج البلجيكي ب5 أهداف مقابل هدف 1 في المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة 3 بالمجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا. وبتلك النتيجة ارتفع رصيد السيتي إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد بروج عند 4 نقاط. حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي فوزا كبيرا على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني ب4 أهداف دون رد، وبهذا الانتصار وصل رصيد أياكس إلى النقطة 9 في المركز الأول للمجموعة 3، بينما توقف رصيد دورتموند عند النقطة 6 في المركز الثاني. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة الرياضية في هذا الصباح. أعود الآن لزملائي نهى ومحمود لاستكمال ما تبقى معكم من فقرات. شكرا لك يا إلياس طبعا على هذه النشرة الرياضية، وإن شاء الله هنستناك بإذن الله في خدمات أخرى على مدار اليوم في هذا الصباح.